أول بيت وضع للناس في الأرض. حظي بالتعظيم منذ رفع قواعده إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام بأمر من الله عز وجل، فلم تنل بقعة في الدنيا ما نالته الكعبة المشرفة من المحبة والتقديس. فإلى شطرها تولي وجوه المصلين. وإلى رحابها تهوي أفئدة المشتاقين، يقصدها المسلمون من كل فج عميق، حتى أصبحت منارة الإسلام وشعار الدين. فتنافس على تعظيمها والتشرف بكسوتها الملوك والأمراء منذ قديم الزمان. فكانت الكسوة تصنع في أمصار مختلفة ثم تهدى إلى الكعبة المشرفة. وبعد أن شرف الله هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية برعاية الحرمين الشريفين، شرعت بكل اقتدار وافتخار في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، حيث أمر جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بصناعة كسوة الكعبة المشرفة في دار خاصة بجوار المسجد الحرام عام 1346 من الهجرة، فكانت أولى حلة مكية الصنع منذ أن كسيت الكعبة المشرفة. وفي نقلة نوعية في تاريخ هذا الصرح الإسلامي، انتقل إلى حي أم الجود بمكة المكرمة، وهناك وضعت أولى لبنات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة. ولم تقتصر رؤية التطوير على بناء المقر الجديد، بل شملت تحديث خطوط الإنتاج بعد أن كانت الكسوة تحاك يدويا. فقد بدأ العمل في المجمع عام 1397 للهجرة بأحدث الآلات والماكينات المتطورة، وبطاقم فني ذي خبرات وأنامل محترفة تساهم في تجويد صناعة كسوة الكعبة المشرفة، لتتجلى على صفحاتها عبارات التوحيد والتعظيم والإجلال، مزينة بالكثير من المطرزات التي يظهر بريقها جليا على الحزام الذي يحيط بالكعبة المشرفة، وكذلك على الآيات القرآنية في أسفل الحزام. ومن جوار تلك القطع المذهبة تنسدل ستارة باب الكعبة المشرفة في لوحة قدسية خاشعة سطرت فيها الآيات القرآنية وطرزت بالأدعية والزخارف. كما تضاء الكسوة السوداء للكعبة بقناديل تشع إيمانا طوال أشهر العام. ولما كان الإخلاص أساس الإيمان ثبتت سورة الإخلاص في الأركان، ويختص الركن اليماني بإطار مزخرف تعلوه سلسلة مذهبة ممتدة نحو السماء، وحول الحجر الأسود النازل من الجنة حلقة مذهبة تعلوها قناديل صاعدة بالتكبير غاية في الجمال، لتكتمل تلك الزخارف عند ميزاب الكعبة المشرفة التي ما زينت إلا تعظيما لله عز وجل. إن لإتقان تلك الحلة المهيبة التي تأسر العين قصة مقدارها عام كامل. تبدأ فصولها بجلب أجود أنواع الحرير الطبيعي في العالم على هيئة شلل بيضاء مائلة للصفرة. يشرع المختبر في إجراء العديد من اختبارات المحاكاة عليها للتأكد من متانة الحرير وجودته. فهذه الكسوة الثمينة ستمكث على جدران بيت الله عز وجل حولاً كاملاً، تقاوم فيه الشد والاحتكاك والظروف المناخية المختلفة
لمكة المكرمة. وبعد اجتياز اختبارات الجودة يؤذن للحرير بالبدء في مراحل التصنيع، حيث تعد مرحلة الصباغة الآلية من أولى مراحل الإنتاج. يهيأ الحرير لتلك المرحلة فيغسل في أحواض مائية ساخنة بدرجات عذوبة محددة وباستخدام مواد خاصة لإزالة الطبقة الشمعية الطبيعية المائلة للإصفرار، حتى يكتسب نعومة أكثر ويعود الحرير إلى اللون الأبيض الناصع. وتلك العملية تدار آلياً للمحافظة على قوة الخيط ومتانته. لا تستريح شلل الحرير البيضاء كثيراً حتى ينساب على خصلاتها اللون الأسود الذي يميز كسوة الكعبة، فتستوعب شلل الحرير لونها الجديد الذي صبغت به، ثم تغسل بالماء في حوض ساخن وبارد لإزالة الزوائد العالقة بها. وقبل أن تغادر شلل الحرير المصبوغة تؤخذ للتجفيف والنشر لتكون مهيئة حال جفافها التام لنقلها إلى قسم النسيج. يصل الحرير المصبوغ إلى قسم النسيج الآلي، فيتجه ابتداءً إلى ماكينة تحويل شلل الحرير الحرة إلى بكرات منتظمة في مقدارها وقوة شدها، وذلك تمهيداً لجمعها ورصها في خط التجميع لتجهيزها في بكرة كبيرة من خيوط الحرير المتين، ثم إدخالها إلى ماكينتي السدي التي تنسج نوعين من قماش ثوب الكعبة في خطين، الأول المنقوش بالأدعية وكلمة التوحيد، والآخر نسيج مصمد، وهو الذي تطرز عليه المذهبات يدويا، وتحيك ماكينتا النسج المتطورتان عددا قياسيا من الفتلات في المتر الواحد. لا يزال البيت العتيق يكسى وتطرز عليه آيات التعظيم والتبجيل والثناء والدعاء بأجمل ما كتبت يد وأعظم ما رأت عين. فقد كتبت الآيات والكتابات المطرزة على كسوة الكعبة المشرفة بخط الثلث. وفي مرحلة الطباعة يجهز المنسج، وهو عبارة عن ضلعين متقابلين من الخشب المتين، يشد عليهما قماش قطني، ثم يثبت عليه قماش الحرير المصمت المعد للتطريز، وتتم الطباعة عليه باستخدام أحبار خاصة تنفذ من خلال مسام صغيرة في لوحة الطباعة محددة الخطوط والرسوم المطلوبة طباعتها بشكل دقيق وثابت. إن من أهم ما يميز ثوب الكعبة المشرفة كتاباتها ونقوشها الذهبية، حيث يطرز نقشها بأسلاك الفضة الخالصة أو المطلية بماء الذهب. تتم عملية التطريز بوضع خيوط قطنية ملونة بكثافات مختلفة فوق الخطوط والزخارف المطبوعة، فيكون اللون الأصفر للأجزاء التي ستطرز بأسلاك الفضة المطلية بماء الذهب، واللون الأبيض للأجزاء التي ستطرز بأسلاك الفضة الخالصة، وذلك في اتجاهات متقابلة وبدقة بالغة. هذا العمل الفني اليدوي يقوم به مجموعة من الفنيين المهرة الذين ينفذون هذه التحفة بمهارة عالية تتجلى فيها روح التعظيم مع روعة الإتقان ودقة التنفيذ وجمال الخط العربي الأصيل. وعلى أثر المراحل الفنية العديدة التي رأيناها تأتي مرحلة تجميع الثوب
وهي آخر محطات الإنتاج. يصل قماش الكسوة من ماكينة النسيج على هيئة قطع كبيرة، فيجمع كل جانب من الجوانب الأربعة للكعبة المشرفة على حدة، وتخاط بماكينة ضخمة تعد من أكبر ماكينات الخياطة في العالم، وتعمل بنظام تحكم آلي، وهي مزودة بجهازي ليزر ضوئي لتحديد استقامة وضع الخامات. وتثبت كذلك القطع المطرزة كالحزام وما تحته من الآيات القرآنية. وانطلاقا من الحرص الشديد على الجودة في جميع مراحل إنتاج كسوة الكعبة، تشكل لجنة من المختصين في المجمع قبيل تغيير الكسوة لتتحقق من اتصال الكتابات المنسوجة والمطرزة ولمراجعة الأطوال وتناسقها. وفي غرة شهر ذي الحجة من كل عام يقام احتفال سنوي لتسليم كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام، ويبدأ بتسليم الكسوة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. اليوم هو الثامن من ذي الحجة، تبدأ فيه مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة. يتوجه الفنيون إلى الكسوة القديمة لتوديعها، بحيث تفصل كسوة الكعبة ويصبح كل ضلع على حدة، وتزال ستارة باب الكعبة ليظهر باب الكعبة المشرفة مشرقا بارزا لأول مرة خلال العام. ففي اليوم التالي ستسدل الكسوة الجديدة وستارة الباب مزينة بيت الله الحرام. لا تهدأ العيون ولا تستريح الأبدان، ففي نفس اليوم من ليلة التاسع تبدأ التحضيرات لزف الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة، حيث تتوافد جموع الفنيين وتصطف في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة لتخرج تلك الحلة البهية من خزانتها، حاملة إياها بإحساس العظمة، فهي ستخرج الليلة لتكسى بها الكعبة المشرفة طيلة العام الجديد. وفي منظر مهيب وموكب عظيم تتقدم الكسوة الجديدة صوب المسجد الحرام، حيث ستكتسي الكعبة المشرفة ثوبها الجديد إجلالاً وتعظيماً لله عز وجل. تتسابق الأيدي لاستقبالها وسط حفاوة كبيرة من المسلمين في أصقاع المعمورة استبشاراً بهذا العمل الجليل، في الوقت الذي ينطلق فيه الحجاج إلى عرفة ليؤدوا أعظم أركان الحج، يخلو الحرم إلا ممن تبقى من أهل مكة ومن جاورها ليشهدوا موقفاً آخر لا يقل عظمة عن سابقه. تبدأ التحضيرات بإدخال كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي، يحملها كل من أراد المشاركة في الأجر، فتتقدم بكل فخر إلى الكعبة الغراء. تتسارع الخطى ويترقب الناس هذه اللحظة، لحظة رفع الكسوة الجديدة، وتشرق شمس التاسع من شهر ذي الحجة على أعظم حدثين إسلاميين. هناك الحجاج واقفون على صعيد عرفات يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل، وهنا الصائمون يرفعون كسوة الكعبة المشرفة تعظيما لله عز وجل. يصعد المختصون إلى سطح الكعبة، ثم يرفع كل جانب من جوانب الكسوة إلى أعلى الكعبة المشرفة، فتثبت بالحبال، ثم تسدل فوق الكسوة القديمة التي توشك أن تهبط لتروي أحداث عام مضى.
اكتست الكعبة المشرفة حلتها الجديدة تتلألأ زهوًا وعظمة، متقدمة المسلمين قبل أن يرتدوا ملابسهم الجديدة في اليوم التالي من عيد الأضحى المبارك. تحاك الأركان بدءاً من أعلى الثوب إلى أسفله، ثم تحلى بالمذهبات ليكون مسك الختام ستارة باب الكعبة المشرفة، فترفع وتثبت على جدار الكعبة مباشرة نظراً لثقل وزنها لما فيها من المطرزات الذهبية الفاخرة، وهي أنفس ما في الكسوة وأجملها. يستأنف مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أعماله بإنزال ثوب الكعبة المشرفة في منتصف شهر الله المحرم من العام الهجري الجديد، لتغطى الكعبة كاملة فتكتمل الحلة الجديدة في ذلك اليوم، تزين الكعبة الغراء على مدار العام. لا تقف على عاتق المجمع مهمة إنتاج كسوة الكعبة فحسب، بل يتولى فريق خاص العناية بها من تنظيف وتلميع للمذهبات وصيانة ما يلزم من خياطة وإصلاح ومعالجة طوال ساعات اليوم على مدار العام. فالكسوة بحاجة للمتابعة والعناية الفورية نظراً لازدحام الناس. تنصرم أيام العام يوماً بعد آخر، حتى إذا انتصف شهر ذي القعدة وأوشكت ساعات الكسوة أن تنقضي، أتى فريق خاص لرفع ثوب الكعبة استعداداً لوفود الحجيج، حاملين بأيديهم الأدوات اللازمة. يرفع الثوب 3 أمتار من سطح الطواف حفاظاً على الكسوة من التمزق، ويكشف الجزء الأسفل من حجارة الكعبة المشرفة. يعالج الفنيون الكسوة بدقة بالغة ومهارة تشهد لها أعين الطائفين. بعد أن تثبت أطراف الكسوة، ينشر فوقها القماش الأبيض القطني لإضفاء لمسة جمالية تتناسب مع موسم شعيرة الحج الذي حان. يتكرر المشهد كل عام تعظيماً لهذه الشعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.